مبادرة المحامي أحمد مهران جواز البارت تايم، واللي لقت هجوم كبير جدا من غير ما حد ما يفهم هو قصده إيه، وده بناء على المبادرات اللي عملها قبل كده، واللي منهم مبادرة جواز التجربة. الناس أول ما قارت اسم جواز البارت تايم مسلفين جوزك وبدون حتى ما تفهم هو عايز يقول إيه، هجمته بطريقة كبيرة جدا على السوشيال ميديا وما سابوش في حاله ومسكوه تريقة. وانا راهن اي حد ان مفيش حد منهم اصلا فاهم ايه هي وجهة نظره اللي طرحها في المبادرة دي. طبعا مبادرته عن جواز التجربة كانت غريبة جدا بالنسبة للناس، وخلت الناس متحفزين جدا لأي مبادرة ممكن يطرحها تاني. بس امبارح المحامي أحمد مهران ظهر مرتين، مرة على قناته الشخصية على اليوتيوب بيشرح فيها وجهة نظره. زواج البارت تايم ده لا هو زواج نسيار ولا هو زواج متعة ولا زواج حرام ولا عرفي ولا زنا ولا الكلام الفارغ اللي بيقولوه بعض المعاتيه والمجانين والتافهين والحاقدين اللي عمالين يتهموني باتهامات ويشككوا فيا ويخونوني من بعد ما عملت المبادرة وقلت الكلام ده. زواج البارت تايم ده باختصار ان في راجل متزوج وعنده أسرة وأولاد لكنه مقتدر ماديا ونفسيا وصحيا انه يتجوز واحدة تانية، فراح يتقدم لزوجة تانية هي كانت واحدة ست متجوزة قبل كده مطلقة ومعها طفل. ودي دعوة لكل راجل مقتدر وقادر ومعنده امكانيات مادية ونفسية وصحية انه يشوف مطلقة تكون بنت ناس وكويسة ومحترمة وعلى خلق وصالحة زوجة تنفع له، لان عندنا عدد كبير جدا من المطلقات في مصر محتاجين ان احنا نقف جنبهم ونساندهم عشان يرجعوا تاني يعيشوا حياتهم زي اي سيدة طبيعية. والمرة التانية في احد البرامج التلفزيونية عن طريق مداخلة مع مقدم البرنامج ومع العالم الازهري احمد كريم. كانوا عانيين في المجتمع المصري ان احنا وصل عندنا الحال ان بقى عندنا 2.5 مليون مطلقة. هؤلاء المطلقات سيدات في سن العشرينات، بنات صغيرين محتاجين ان يكون لهم زوج، ما هي من حقها ان يبقى لها زوج وحياه. ثقافه المجتمع المصري بترفض ان الشاب اللي مقبل على الزواج يتزوج من واحده متجوزه قبل كده ومطلقه ومعها عيل او عيلين. والاهل يرفضوا ده، ليه تاخد واحده متجوزه قبل كده ومطلقه وفرقتها عيلين؟ تتجوز بنت. طب والبنات المطلقات دول اللي 24 و23 سنه ومعها عيل وطلقت لانها اتجوزت جوازه ما كانتش كويسه، نروح فين؟ خلوني الاول اشرح لكم وجهه نظره اللي ذكرها امبارح مرتين. طبعا انا بتكلم في العموم ولا مع ولا ضد. هو بيقول ان ده نوع جواز هو ما اخترعهوش، هو بالفعل موجود، هو مجرد ان هو حط له مسمى. بمعنى اوضح ان لو واحد متجوز وقرر ان هو يتجوز على مراته، بيروح للعروسه الجديده وبيتفق معاها على شرط، يقول لها انا مش هقدر اكون متواجد معاكي في البيت غير يوم واحد بس، لان انا ليا بيتي التاني وليا حياتي وليا اولادي، فلازم اقضي معاهم معظم الوقت، فانا مش هقدر اجيلك غير يوم واحد. وهي بتوافق على الشرط ده، هي دي بالظبط فكرته. ومن ناحية تانية ان هو بينفذ شرع ربنا وان هو بيستر على المسلمة وبيعفها ويعف نفسه، طبعا مع تقليل نسبة العنوسة في مصر. موسيقى الزواج المصرية عملت خانة للشروط. عملت خانة للشروط، فهو اشترط عليها شرط، قال لها انت عارفة ظروفي اني متزوج وعندي اسرة واولاد، قالت له طبعا. تمام. قال لها انا بعرض عليك الزواج، لو وافقتي على الشرط اجي اتقدم لاهلك واتجوزك جواز شرعي رسمي حلال ما فيهوش لهجوم وفي كل اركان عقد الزواج متوافر كل الشروط والاركان. تمام. بس شرطي الوحيد اللي ان قبلتي بيه اجي اتقدم لك وقابل اهلك واطلب ايدك، ما وافقتيش خلاص بلاش، كاني ما قلتلكيش اللي هو ايه يا فندم. ايه شرطك؟ قال لها طبعا انت عارفه ظروف حياتي وبيتي واولادي، فانا مش هقدر اسيب مراتي وبيتي واولادي، انا بطالبك بالتنازل عن حق في المبيت، انا هبقى موجود في بيتي طول الوقت لكن هجيلك يوم او يومين في الاسبوع حسب الاتفاق ما بينهم. تمام. فقالت له بارادتها انا قبلت الشرط. تمام. وموافقه انك تجيلي يوم واحد في الاسبوع. قال لها انا مش هقدر اعيش معاكي فول تايم، هبقى موجود مع مراتي واولادي وهعيش معاكي انت بارت تايم. انا الاسم ده انا ما اخترعتوش، انا خدته من لسان الستات. ودلل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاه السيده خديجه تزوج من السيده سوده بنت زمعه علشان تربي له اولاده بس مش اكتر. حتى السيده سوده تنازلت عن يومها دوت للسيده عائشه. في مساله انا اصلها له. اتفضل. اولا السيده سوده بنت زمعه رضي الله عنها. من زوجتها. تنازلت عن ليلتها للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. نعم.
وقابل الرسول ذلك. ومن هنا جت صحة الناس اللي قالوا ممكن المرأة تتنازل عن المبيت. سواء بقى كله او بعضه، بس غالبا بعضه يعني. اما عن جواز السلف فهو ان مراته تشوف له واحدة مطلقة من قرايبها اصحابها جيرانها وتجوزها له. الدكتور احمد كريمة مرحب جدا بالفكرة وشايف انها فعلا حاصلة وموجودة، وانها فعلا هتكون حل لمشكلة العنوسة في مصر، بس طبعا ده مش الحل الجذري. هو بس اعتراضه الوحيد عن مسمى سلفيني جوزك، واقترح على المحامي احمد مهران ان هو يغير الاسم من سلفيني جوزك لوافقي او ارضي. اولا مسألة بهذا التصور لا بأس بها مبدئيا. وانا صراحة بستغرب ويمكن اضم صوت لصوته في حاجة. يعني لما نيجي نوازن ما بين حليلة ولا خليلة. لا حليلة. بأمانة يعني انا راجل مش هقدر اصدر على كلامه. انا بس ايضا يتسع صدر حضرته ان نصحح العبارة، بدل سلفي جوزك لحد نقول وافقي او ارضي. تعالوا بقى نتكلم كشوية ستات مصرية. انا كبنت مقتنعة جدا بكلام احمد مهران، وان فعلا الشرع محلل للراجل انه يتجوز اربعة، وفي ستات كتير جدا مطلقات محتاجة حد يسندهم ويساعدهم على ظروف المعيشة، خصوصا لو عندها اطفال وباباها مش بيدفع لها نفقة ليهم. طبعا الكلام ده يحترم جدا وعلى دماغي، بس بعيد عني وبعيد عن جوزي. انا واحدة ست مفضلش خالص ان جوزي يتجوز عليا لايا كان السبب، ومحدش يجي يقول لي ان انا بخالف شرع ربنا، ده لا صوم ولا صلاة علشان يبقى فرض على جوزي ان يتجوز اربعة او يعني ثلاثة عليا. وفي طرق كتير جدا لمساعدتهم غير الجواز، وده طبعا رأيي الشخصي، لكن بقى اي واحدة تانية عايزة تروح تسلف جوزها لواحدة تانية تروح، بس ما تبعتليش بليس كل مي.